بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله البشير والنذير. من أي أبواب المديح سندخل، وبأي أنواع القصائد نعبر؟ لكل نجاح شكر، ولكل جهد مخلص تقدير، ومن منطلق اهتمام مدرستنا بطلابها قررت إدارة المدرسة إدراج ثقافة القياس والقدرات في أقسامها الثلاث، تمهيداً لاختبار القدرات في المرحلة الثانوية. وفي إطار ذلك أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية مسابقةً في القدرات بقسميها اللفظي والكمي للصفوف الرابع والخامس والسادس، وقد أسفرت النتائج عن تميز معظم الطلاب. وقد حرصت إدارة المدرسة على تكريم الطالبين الأكثر تميزاً من كل فصل، وأسماؤهم، ويقوم سعادة قائد المدرسة الأستاذ سالم نائش العمري والأستاذ هشام خليل مسؤول برنامج ثقافة القياس بتكريم أبنائنا المتفوقين. الصف رابع ألف، الطالب يوسف ماجد الزهراني. الطالب فيصل عوض علي الغمدي. الصف الرابع باء، الطالب عبد الله أحمد عبد الله صالح. الطالب سلمان فايز المطيري. صف رابع ثالث، الطالب مهند مخلد المطيري. الطالب سهل سعيد أحمد شاوش. الصف رابع رابع، الطالب نايف فهد الغمدي. الطالب محمد فيصل الجدعاني. رابع خامس، الطالب عبد الله إبراهيم الحضرمي. والطالب محمد عبد الله السلمي. صف رابع سادس، الطالب هيثم حسن أشقر. الطالب عبد العزيز أحمد خياط. صف خامس ألف، الطالب فارس عبد الرحمن الفارسي. والطالب عمر عادل الغامدي. صف خامس ثاني، الطالب عبد العزيز سلطان الغامدي. والطالب علي جابر العليان. صف خامس ثالث، الطالب علي أحمد علي دلاك. والطالب إياد سعيد الغامدي. صف خامس رابع، الطالب ريان إبراهيم الغمدي. والطالب مشاري عبد الله الغمدي. صف خامس خامس، الطالب خالد ياسر الشهري. والطالب أحمد موسى المحمدي. صف خامس سادس، الطالب سعيد عبد الكريم الغمدي
والطالب يوسف خالد السفري. صف سادس وسادس ألف الطالب عبد العزيز طالع الربيعي والطالب فيصل راشد الحصان. صف سادس ثاني الطالب صفوان ناصر القرشي والطالب ثامر فلاح البقمي. صف سادس ثالث الطالب وليد عبد الرحمن الغمدي والطالب رائد عاصم المغربي. الصف سادس رابع الطالب أحمد أيمن خواجي والطالب عبد الملك إبراهيم الرماوي. الصف السادس خامس الطالب عبد الله محمد عبد الله الشهري والطالب عبد العزيز ماجد الجميعي. كل الشكر والتقدير لإدارة مدارس دار الثقافة الأهلية، مدارسنا الرائدة بقيادة مالك مدارسها والمدير العام للمدارس الأستاذ محمد صالح الغمدي وقائد المدرسة الأستاذ سالم نائش العمري. شكراً لإدارة المدرسة على تكريمها لأبنائها المتميزين. شكراً لطلابنا المتفوقين، نتمنى لهم مزيداً من التفوق والنجاح وأن يكونوا عوناً وأن يكونوا في خدمة وطنهم وطاعة لولي أمرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.